فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم الأستاذ الدكتور عامر أحمد باسل، الأستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا شيخ الكريم، منورنا دائما. الله عز وجل أن ينفعنا بكم. وأيضا معي ومعكم الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. ونبدأ مع حضراتكم كما تعودنا بالأسئلة الواردة على الصفحة، حتى يعني تأتينا اتصالاتكم ليتمكن منها شيخنا الكريم من الرد عليها أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى. بداية سؤال أتى من إخواننا الصم والبكم عن طريق الأستاذ عمرو الجمال، هم دائما يراسلونه ما شاء الله عليه، يعني هو الآن يعني ربما كمان يسأل ثم يجيبهم، أسأل الله عز وجل القبول. يسألون عن كيفية الصلاة أو صلاة الغائب والسقط والشهيد والغريق ومن قتل في حد والمنتحر. بداية نبدأ كيفية الصلاة أو صلاة الغائب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله لا ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بمشاهدينا الكرام في هذا اليوم الطيب المبارك وصحبة أخوي الأخ أحمد نص والأخ عمرو الجمال. اليوم نبدأ مع رسائل إخواننا الصم البكم في هذا السؤال، وسؤال الجنازة عموما أو الصلاة على الغائب. صلاة الجنازة بداية نقول لإخواننا لا تختلف كونها على غائب، كونها على حاضر، أو كونها على مات من حد أو ما إلى ذلك. صلاة الجنازة واحدة في الجميع. وطبعا الغائب الاختلاف الوارد فيه هو يعني بعضهم يقول أن كل من غاب ولم يمكن لك أن تشاهده يجوز لك أن تصلي الجنازة عليه، وبعضهم منعها إلا لمن مات بأرض ليس بها أحد من المسلمين، وهذا أقرب للصواب بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يصلي عليه، فهي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. أما وقد صلي عليه فليس هناك ضرورة لأن تعاد الصلاة عليه مرة ثانية. لكن هناك يعني من يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الغائب في أي وقت وفي أي مكان ما دام لم يتمكن من الحضور أو لا يمكنه أن يحضر صلاة الجنازة لأي داعي من الدواعي أو سبب من الأسباب. وبالتالي فصلاة الجنازة في كل هذه الحالات التي ذكرها إخواننا واحدة. يبدأ يقول صلاة الجنازة لمن حضر من أموات المسلمين بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، إن كان رجلا ينوي نية الرجل، وإن كان امرأة ينوي نية المرأة، وإن كان صبيا صغيرا ينوي نية الطفل الصغير. فمع التكبيرة الأولى يكبر ويقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو المتوفى إن كان رجل أو امرأة، فإن كان طفل دعا لوالديه. فالتكبيرة الرابعة يدعو المسلمين كافة، أو دعاء المأسور اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيا على الايمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الاسلام. ثم يسلم وليس هناك شيء بعد السلام. هذه الصلاه تصلى سواء على الحاضر او الغائب او مات من حد او السقط الذي نزل مكتملا. عظيم. المنتحر هل يصلى عليه صلاه الجنازه بهذه يعني الاوصاف او هذه الصفه التي ذكرتموها فضيله الشيخ؟ يرى بعضهم منع الصلاه عليه، من يرى انه خرج بهذا الانتحار، وبعضهم يرى انه ما زال في حظيره الاسلام ويصلى عليه، والاولى حكم مرتكب الكبيره. مرتكب الكبيره نعم تمام. انه قتل نفسا، لكن حتى لو قتل نفسه كما قلنا سابقا يعني يتجنب الصلاه عليه الصالحون حتى يكون زجرا له ولامثاله. نسأل الله العافية. زجر لأمثاله ممن يقدم عليها مثل هذه الفعلة الشنيعة. أن يقتل نفسه يعني. نعم. نسأل الله العافية.
أخونا من المغرب يسأل ويقول: ما حكم إمام يدعو دعاء القنوت فترة رمضان كله على هذا؟ هل هذا مشروع أم في العشر الأواخر من رمضان؟ وجزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الوتر على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يقنط فيه طوال السنة، ومنهم من يرى أنه في العشر الأواخر، ومنهم من يرى النصف الأخير من رمضان. لكن المسألة فيها متسعة وفيها خلاف، ولا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة. نعم، جزاكم الله خير دكتور عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لابد أن أقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ وهل في المسألة فيها خلاف؟ ويسأل ويقول: وما أدلة كل فريق؟ وما أرجح الأقوال؟ يعني هو المسألة طويلة جدا، والخلاف فيها واضح. فيرى الشافعية والحنابلة أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وينبغي للإمام والمأموم أن يقرأها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش. يعني ويرى بعضهم البعض الآخر أنه قراءة الإمام له قراءة، واعتمدوا فيها على ما جاء في فتوى عبد الله بن عمر أن قراءة الإمام لك قراءة. ويعني والأمر فيه متسع ولا يحسن فيه الخلاف، لكن بعضهم جمع بين هذه الآراء كلها، فقال بأنه إذا قرأ الإمام فاسكت، لأن القرآن أتى بذلك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولما يحدث من الجلبة كما جاء في الحديث: أيكم ينازعني القرآن؟ أيكم ينازعني القرآن؟ وكان رجل يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، فقال الرجل: أنا يا رسول الله؟ قال: فلا ينازعني أحد إلا بأم القرآن، إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها كل فريق في تثبيت الرأي الذي ارتآه في قضية القراءة وعدم القراءة. لكن الذي أميل إليه أن صلاة الجهرية ما دام الإمام يقرأ وأنت تسمعه فلا تقرأ، لأن الأصل أن نسمع القرآن حيث قرأ. فإذا سكت الإمام فقرأ، أو إذا كان لا يصلك صوت الإمام، يعني لكونك بعيد عن الإمام أو المذياع أو الميكروفون مثلا انقطع الصوت، أو حال بينك وبين سماع الإمام شيء من هذه الأشياء، إذن فالتزم أنت بالقراءة ولا يجوز أن تسكت هكذا. خلاف المالكية الذين يرون أن الإمام يتحمل القراءة في السرية والجهرية. لكن يعني هذا الجمع جمع طيب في هذه المسألة: إذا قرأ الإمام وأنت تسمع فاسمع له، وإذا سكت الإمام فقرأ، أو كان صوت الإمام لا يصلك فعندئذ ينبغي عليك أن تقرأ، والله أعلم. وزيد الجنة يا دكتور. ويقول نفس الأخ، يقول: أنا في الصف الثالث الثانوي، بالله عليكم يا شيخ يعني ادعوا لي كل يوم إن ربنا يسهل علي الامتحانات، خلاص يعني باقي على الامتحان 3 أيام ونبدأ. نسأل الله أن يكرم إخواننا الطلبة والطالبات في كل مراحل التعليم، يسدد رميهم ويسددهم في إجاباتهم، ويرزقهم التفوق في عامهم هذا وفي كل أعوامهم، وأن يجعلهم زخرة للإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. اللهم تب علينا، هذا اسم السائل. ويسأل يقول: لماذا لا يأتي البرنامج مباشر؟ البرنامج يأتي كل يوم في وقته مذاع على الهواء، أسأل الله عز وجل القبول. ونحن الآن في انتظار اتصالات أي أحد يتصل علينا، فنحن نجيبكم بإذن الله تعالى. اللهم تب علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستحلفكم بالله أن تجيبوني على هذا السؤال، ضروري جدا. الآن إن شاء الله فتحتي يعني يبدو أنها تخطب قريبا على شاب أحسابه متدين، ولا أزكي على الله أحدا، ولكني منتقبة، وقد سمعت أنه يجوز للعريس أن يرى الوجه والكفين، ورأي آخر يقول أنه يجوز أن يراها بملابس البيت، وملابس البيت تكون مجسمة في معظم الأحيان، ولكنه عندما رآني خرجت له وأنا أرتدي إدناء على عباية، فلم يعرف حتى الآن آسفة في الكلمة شكل عودي وجسمي، فهل يجوز لي وله أن يراني بإذن الله بالفستان الذي أرتديه في الفاتحة؟ والفستان إن شاء الله هيكون سواريه، لأن النساء يعني خلاص واضح السؤال يا أختنا، والدكتور هجاوبك حالا إن شاء الله. بسم الله الحمد لله. يعني ننصح إخواننا جميعا وننصح أخواتنا بالضرورة: الحل لا يجوز أن يأتي بحرمة، الزواج حلال، حله الله عز وجل وجعله سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
وهذا من الحلال الطيب الذي لا ينبغي أن يتلبث بحرمة. فلا بد أن تكون هذه المسائل أيها الأخت الكريمة الفاضلة منضبطة لضوابط الشرع. فنأتي إلى المسألة الأولى وهي نظر الخاطب للمخطوبة. الجمهور على أنه يرى منها الوجه والكفين، فمن الوجه يعرف جمالها ومن الكفين يعرف صحتها. ثم إذا تسنى له أن يعرف شيئا أكثر عن ذلك فالنساء معها، تأتي محارمه من النساء فينظرون إليها كطبيعة ما يمكن أن تراه المرأة من المرأة. لكن أن تخرج إليه الأخت الفاضلة على أنها تخرج بفستان سواريه مجسم، هذا نوع من الفضائح لا يجوز. والرأي هذا الذي قاله أبو داود الظاهري، ولكن أن يرى ما وضع اللحم منها وما لديه، هذا كلام فيه ضعف، يعني ليس له دليل في ذلك. حتى يعني لما جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني اختبأت لامرأة لأرى ما يدعوني إلى نكاح، اختبأ فرآها نازلة إلى البئر تملأ وعاء لها، قال فرأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فذهبت فخطبتها. فهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك نوع من التستر. قد يراك وبهذه الصورة التي أنت مقدمة عليها، أو يظهر من لحن قولك أنك ترغبين أن يرى منك مواضع الأنوثة، فرأيت إذا لم يتم الأمر بينكما فماذا بعد ذلك؟ لعل في الوجه والكفين الأمر أهون، لكن ما بعد ذلك ليس الأمر أهون. فينبغي عليك أيتها الأخت الفاضلة أن تبذلي له الوجه والكفين فقط، وما بعد ذلك مستور عنه. فإن أراد شيئا من ذلك أو تفصيلا أكثر فالنساء مع النساء. فتذهب امرأة من محارمه إليها فترى منها ما تريد أن ترى، أو ما يمكن أن يطمئن له النساء في عشرة المرأة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. أما قول حضرتك أن الفاتحة التدي فستان سواري وتجلس، هذا طبعا مما لا يصح ولا يجوز، لأن الأصل أن المنطقة ما يعني ما بين النساء والنساء من السرور والرغبة، لا ترى المرأة عورة المرأة ولا يرى الرجل عورة الرجل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديثه قال لا ينظر الرجل لعورة الرجل ولا تنظر المرأة لعورة المرأة. فليس هناك في الخطبة أو في مقدمات النكاح ما يدعو إلى أن تتجرد المرأة أمام النساء كما يحصل، وهذا نوع ما يعني دون الأخلاق ويعني لا يرتضيه الشر. تجلس العروس أمام النساء بارزة كل مفاتنها، هذا لا صح، وإنما يكفي فقط أن تكون متعهدة بين النساء إلى أن يعني أن تظهر ما يمكن أن تظهر به أمامهن في ثياب البيت، وليست ثياب البيت المحزقة الضيقة أو الضيقة. يعني هذه ثياب، يعني لا يجوز أن تجلسي أمام أبيك ولا أمام أخيك بثياب محددة للعورة أو محجمة لها، حتى وهم من المحارم لابد أن يكون الثوب فضفاضا، إنما يترخص في ثياب المهنة أن يرى المحارم منها منتصف الذراع ومنتصف الساق والعنق بالوجه، لأن هذا مما يعني يصعب على المرأة الاحتراز منه في أعمال البيت. لكن ليس معنى ذلك أن تجلس يعني بمفاتنها وظاهرة أمام المحارم. نعم. لا يجوز ولا يصح إطلاقا. الأخت الكريمة تتقي الله في نفسها وأمثال. نعم. وأرجو من أمثالها أن يكون على مثل هذا إن شاء الله. نعم، يبدو أنها تريد أن تعرف حتى لا تقع في شيء يعني في حرمة دينها ومن غيرها، تسأل قبل أن تفعل الفعل، فهذا شيء طيب. نعم. أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول الأخ إبراهيم من السعودية أهلا ومرحبا وعليكم السلام، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة أثابكم الله. يقول يوجد بيني وبين إخوتي خصام، لكني سمعت حلقة عن صلة الرحم وإنها ترضي الله سبحانه وتعالى، فتفضل الله علي أن جعلني أستجيب لأمره، فأرسلت لهم لإخوته رسالة في شهر رجب فلم يردوا علي، وعلمت أن الأعمال ترفع في شهر شعبان فأرسلت لهم رسالة أخرى فلم يردوا علي، فماذا أفعل؟ يعني الخصومة تنقطع
بمجرد حضرتك أن تسلم عليهم أو ترسل إليهم ما يدعو إلى قطع هذه الخصومة. فأنت الآن في حل شرعي ما دمت قد أقدمت على مثل هذا اللون، والوزر يقع على من رفضت، فلا يزال لك من الله عليهم برهان ما دمت على ذلك، وأرجو أن تستمر على ذلك. ويعني نأخذ في ذلك حديث ذلك الشاب الذي جاء يترخص في القطيعة لما يحدثه أهله معا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، كأنه يترخص في القطيعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت، أي لئن صدقت فيما قلت أنك ما دمت على ذلك، فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تضع رمادا حارا في أفواههم بمثابة حجة عليهم أمام الله عز وجل، أمام الله عز وجل، ولا يزال لك من الله عليهم برهان ما دمت على ذلك، أي كأنه لم يرخص له في القطيع، وقال له استمر على هذا. فنوصي الأخ الفاضل أن يديم الاتصال عليهم، وأن يديم الرسائل عليهم حتى وإن رفضوا، حتى يرفع عملك إن شاء الله ويزال لك برهان من الله عليهم. نعم، جزيت الجنة. شيخنا له سؤال آخر يقول في أي يوم في شهر شعبان ترفع الأعمال، وأريد أن أعرف هديه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، وإلى كم يوم من شهر شعبان نصوم، وهل من هديه صلى الله عليه وسلم صيام غرة كل شهر، أي صيام 3 أيام من أول كل شهر؟ نعم شيخ كريم تفضل. يعني هو شعبان كان كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، وما أتم شهرا إلا رمضان. فيعني والحديث الآخر أنه إذا انتصف شعبان ما كان يصوم شيئا بعده. قال أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات أنه من كانت له عادة يصومها طوال العام فلا بأس أن يظل عليها، كصوم الاثنين وصوم الخميس وما إلى ذلك. فإن انتصف شعبان يعني ينبغي الإنسان أن يكثر من الإفطار حتى يتقوى لاستقبال رمضان، لأن رمضان فترته طويلة 30 يوما، فلو أنه قدم من صيام إلى صيام ربما أضعفه ذلك، وربما أثر تأثيرا مباشرا على عمله أو جهده وما إلى ذلك. أيضا ينبغي أن تكثر من الصيام، لو كنت صاحب 2 وخميس طوال العام فتظل 2 وخميس إلى آخر أسبوع من شعبان، لكن على الأقل لمن له عادة بمثل ذلك أن يفصل قبل رمضان بأسبوع حتى يستعين بهذه الفترة من الإفطار على رمضان، وأن يكثر بقى من التعود على أعمال رمضان في شعبان. هذه فرصة أن تروض نفسك، لا أن تدخل إلى رمضان وأنت غير متدرب. بعض الناس مثلا يأتي إلى رمضان ويزل ينازع نفسه ويربي نفسه ويوطن نفسه، حتى إذا مضى نصف رمضان يعني طال يعني حالما يبدأ يستقيم في الصلوات والأعمال. فينبغي في هذا. معنا اتصال من لبنان ثم نعاود. أخونا عدي من لبنان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا مرحبا يا خالد. نعم لا كامل، بدي اسال الشيخ المعروف. نعم الشيخ يسمعك، تفضل اخي الكريم. نعم الشيخ عندي اخت ومعها منى متحجبة. اخ ماله؟ منى متحجبة، اخت غير محجبة. غير محجبة، وبدي بجوز اضرب على هذا الشيء. نعم حاضر. انت والد ام اخ؟ اخ. اخته. أختك دي عندها كم سنة يا أستاذ عدي؟ 18 عام. حاضر. نعم. الوالد موجود على قيد الحياة، ربنا يديله الصحة؟ نعم. حاضر. في سؤال آخر أخي الحبيب؟ لا هذا هو بس. شكرا على اتصالك. صلى الله أن يحفظ بنات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نعاود هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان شيخي الكريم. فينبغي على الأخ، أي أخ الآن مقدم على شهر رمضان يريد أن يلتقط فيه الجائزة، فهذا شهر الزرع والسقيا، يبدأ يعود نفسه الآن على قيام الليل حتى يتصبر في رمضان على ذلك، يبدأ يعود نفسه على ورد القرآن حتى يستقيم من أول يوم في رمضان إلى آخره،
يكثر من الصدقة ويكثر من الاستغفار والأذكار وتلك الأعمال التي يرجى فيها إن شاء الله تعالى أن يرتقي بها في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذا الشهر يعني بمثل ما يتعبد أكثر من غيره، حتى قالت أم عائشة كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. معناه أنه كان يهتم لهذا الشهر بمثابة الاستعداد، ويأتي بذلك حديث أنس كنا نستعد لرمضان بستة أشهر قبله ونودعه بستة أشهر بعد. سعد بن زيد كمان رضي الله تعالى عنه. يعني معنى أن احنا يعني أين الإعداد؟ نحن نفتقد الإعداد. معظم إخوان يقبلون على رمضان بلا إعداد لهذا الشهر. نعم حبيبي الغالي جزاك الله خير، نسأل الله العافية. ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صوم غرة كل شهر دي ليس فيها سنة. نعم هنا يسأل يقول في يعني متى ترفع الأعمال إلى الله عز وجل؟ والاثنين والخميس طال السنة، وفي شعبان وفي غير شعبان ترفع فيهم الأعمال إن شاء الله. بس ده هذا الرفع رفع حولي يعني من الرفع الحولي ده يعني في ليلة النصف، يعني ده ورد بحديث في نعم. شيء من الضعف ليلة النصف نعم. من شعبان إلا المتخاصمين إلا المتشاحنين. المتشاحنين نعم. يعني ده محتاجين كلمة في هذا الشأن لين ما أكثر الشحناء يعني والبغضاء يعني في أيامنا. نسأل الله إلا من رحم الله طبعا. نسحب معنا اتصال الأخ الفاضل من السعودية مثل هذا الشهر، يعني عنده إحساس بقطع هذه الخصومة علشان من أجل أن يرفع الله عمله. فنقول يعني هذا لا يجوز إطلاقا أن يكون هناك تخاصم أو تشاحن بين المسلمين. فما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة في أكثر من ثلاث، وقال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا ينبغي إطلاقا أن نكون على هذا المعنى، ويعني خاصة وأن الصلاة لا ترفع وغيرها لا يرفع من الأعمال في ظل هذا التخاصم. يعني حتى لو التقى الاثنين في صلاة ووقفا معا وهما على هذا الخصام لا ترفع صلاة فوق رؤوسهما شبرا فوق رأسيهما شبرا. طب لو حد يا مقامرة كريم ربنا يحفظك دكتور عامر، قال هو مثلا فعل معي كذا أو نظر إلى أهل بيتي أو حاول أن يتكلم مثلا مع كذا فأنا خصمته، فأنا بعض الشكاوى تأتي إلينا بهذه الحال. يعني هو الخصومة الشرعية غير الخصومة العادية. الخصومة الشرعية بمثابة الزجر على المعصية، هذه أجازة أهل العلم إلى أن تؤتي ثمارها. لكن احنا بنتكلم عن الخصومة العادية التي نتجت نتيجة عمل من أعمال الدنيا. تخاصم علي، شتمه، قال لي كرمته، اعتدى على ماله، اعتدى على مش عارف ايه، يعني ما يحدث بين الناس عموما من المشاكل المتتابعة. لكن الخصومة الشرعية ده لموضوع آخر، هذا يخاصمه لأنه مبتدع ولم يرتدخ وبعد دعوة طويلة جدا، غير أمين على أهل البيت مثلا أو غير أمين على أهل البيت أو ما إلى ذلك. هذا بعد استفراغ الجهد في النصح والدعوة. يعني لا تأتي الخصومة حتى ولا الهجران الشرعي إلا بعد استفراغ الجهد في الدعوة ويعني واستتباع الوسائل عليه. يعني أنا أدعوه وأدعو أحدا يدعوه، حتى إذا استفرغت جهدي معه عندئذ تأتي الخصومة الشرعية. نعم بارك الله فيكم. أخونا عدي من لبنان يقول أخته غير محجبة عندها 18 سنة، هل يضربها على ذلك؟ والوالد ما زال على قيد الحياة، ربنا يديله الصحة. هو بالنسبة للأخ عدي ننصحه في ذلك أن يأتي إليها بملطفات، يسمعها شريط مثلا يتكلم عن الحجاب، يأتي لها بكتاب يتكلم عن حكم الحجاب، يحاول أن يقنعها أولا. فإذا لم تقتنع فيرفع الأمر للوالد، فإنه له حق الإنكار عليها باليد، لكن أنت ليس لك حق الإنكار عليها باليد حتى يتخاذل الوالد عن ذلك. لكن يعني استفرغ الأول جهدك مع أختك في أن تأتي لها بشريط تتكلم عن حكم الحجاب وعقوبة المرأة التي لا تتحجب وما ينبغي في زي المرأة المسلمة وكيف يتحقق إيمان المرأة وما إلى ذلك، أو تأتي لها بكتاب تقرأه شيئا فشيئا لعلها يوما ما تنتصح وتعود إلى الله عز وجل. فإذا رأيت إرادا ونفورا منها فينبغي أن يقوم الوالد بدوره، لأنه لو حق التغيير باليد. نعم. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير باليد داخل الأسرة، قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والضرب عليها لعشر يستوي في ذلك كل التكاليف الشرعية. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة
ولم يقم بهذه التكاليف الشرعية جاز لولي أمره أن يضربه عليها حتى يستقر ويستقيم عليها. نعم. لكن هو بداية ليس له السلطان عليها والضرب عليها، لكن يبدأ معها بالضرب، قصدي يبدأ معها بالنصح والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل بشريط بكتاب. نعم. وهكذا شيء في شيء. فإذا وجد إعراضا يبقى الوالد يقوم بالضرب، لكن ما يقولش أنا مالي، لأن البعض لا يقول أنا أبويا عايش أنا أتكلم ليه، لأن هذا يحدث في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، لابد أن يقوم بدوري على قدر المستطاع. نعم. جزيت الجنة. أخونا أيضا يسأل ويقول: الأشكال المجسمة من حيوانات وتماثيل هل يجوز وضعها للزينة، وهل تمنع دخول الملائكة، وهل كل أيام الأصنام التي كانت في الجاهلية تمنع دخول الملائكة، وماذا عن آيات القرآن التي تعلق على الحائط وماذا نصنع فيها إن كانت لا تجوز؟ بالنسبة للتماثيل والتحف التي يضعها كثير من الناس كتقليد من التقاليد الآن في بعض البيوت، هذا طبعا لا شك أنه يمنع دخول الملائكة، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة أكثر من أن تحصى. يعني لعل يعني ننصح بأحدها، في لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وجد ستارا عليه رسمة طاووس، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه بوجهه، فقالت: يا رسول الله أذنب أستغفر الله من؟ قال: انزعيها يا عائشة. قالت: فنزعتها فقطعتها وجعلتها وسادات. فهذا صريح في أنه لا يجوز لأي بيت أن يتلبس بفعل من أفعال الجاهلية كوضع التماثيل حتى ولو كانت للزينة. هذا القسم الأول من السؤال. وبالتالي ننصح الأخ الفاضل الكريم أن ينزع هذه التماثيل، سواء كانت بشرا أو حجر أو بشرا أو حيوانات أو ما إلى ذلك من الأجسام المجسمة التي توضع في البيوت على أنها نوع من التحف للزينة، فهذا بإطلاق لا يجوز على الإطلاق. المسألة الثانية أو القسم الثاني من السؤال وهو الآيات القرآنية. القرآن إنما جعل من أجل أن نتعلمه وأن ننذر به، قال ربنا جل وعلا: لينذر من كان حيا وحق القول الكافرين. فلا بد أن يصان وأن يستخدم في هذا المعنى، لكن وضعه كزينات في البيوت هذا مما لا صح ولا يجوز على الإطلاق، لأنه ربما أتت عليه يعني أعرض الناس عنه ولا ينظرون إليه، واتخذ على أنه لون من ألوان الزينة، ويبدأ الناس يبدعون في طريقة الكتابات على نوع من أنواع الزينة، يجعلون الآية على رسمة شجرة، ويجعلون الآية على رسمة عصا، ويجعلون الآية على... هذا طبعا خروج بالقرآن إلى غير المراد منه، ونوع من أنواع الهجر الذي نهينا عنه. وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا يجوز أن يتخذ في مثل ذلك للزينات، ولا يجوز أن زي برضو بعض الناس يعلق مصحف في العربية بتاعته، أو رسمة مصحف، أو شيء على هيئة المصحف، أو مصحف صغير، أو آيات من القرآن يعلق المصحف وهو لا يكاد يقرأها أصلا ولا ينظر إليها أصلا، وإنما متخذ لزين، هذا نوع من الهجر، ولا يصح للبركة، حاططها للبركة، وهذا لا يصح أن نعرض القرآن مثل هذا. إنما القرآن جعل من أجل أن نتلوه، قال تعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فيعني البغية منه وبلوغ الهداية في مثل هذا النوع. فنقول للأخ الفاضل الأخ الكريم: لا ينبغي أن تفعل هذا الأمرين بشقهما، ولا بد من نزعهما، ولا يجوز بيعهما. يعني لا يجوز أن أنت تأتي بهذا التمثال وتبيعه لغيرك، يعني ربما نقرأ الأحناف أن يباع لغير المسلمين، ولكن حتى الجمهور على أنه حتى ولا لغير المسلمين. ربما يقول: أنا أعلق هذه الآيات على الجدران، مثلا آية الكرسي أو المعوذتين أو بعض آيات القرآن من باب الحكمة، وإن الداخل عندي في البيت يأخذ العظة والدرس من هذه الآيات المعلقة. الأصل لو كانت النية هكذا، هل لا لا هذا لا يجوز هذا، لأن السلف لم يفعل واحد منهم مثل هذا، وهم أولى الناس وأعرف الناس بطرق الهداية. الأصل أن أتكلم مع الناس، أدعو إلى سبيل، أدعو مش علق ورقة، أدعو تكلم، لأن الكلمة هي المؤثرة، سنتأثر بالدعوة ويتأثر بملاقاة الوجوه، لكن هذا لون من ألوان، يعني ما نعرف أحدا من السلف صنع مثل هذا على الإطلاق. نعم شيخنا، ربنا يتقبل، أسأل الله عز وجل القبول. لنا معك كلام آخر إن شاء الله تعالى، والأسئلة إن شاء الله على الصفحة كثيرة، وننتظر اتصالات مشاهدين الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل،
وكنا قبل الفاصل نتحدث مع الدكتور عامر أحمد باسل عن حكم التماثيل في البيوت والآيات المعلقة على الجدران، ولكن ربما يسأل سائل عن حكم يعني تعليق بعض النساء يعلقن السلاسل بها بعض آيات القرآن، آية الكرسي، المعوذات، ربما يكون للزينة وتدخل بها الخلاء وما شابه ذلك. ربما الآن يسأل سائل ما حكم هذا؟ ينبغي أن يتجنب الصاغة أن يفعلوا مثل هذا في مصاغ النساء، يعني لا يجوز أن يكتب آية الكرسي على مصاغ ترتدي المرأة في عنقها، وربما تنسى المرأة فتضرب به الخلاء وما إلى ذلك من هذه الأمور. لكن لو أنه عليها شيء من الذكر وما إلى ذلك فيجوز أن ترتديه، ولكن يعني تتجنب أن تدخل به الخلاء، وده طبعا ربما يعرض هذا المصاغ للضياع أو النسيان أو ما إلى ذلك، فالأولى الترك أولى. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يسأل ويقول ما هي مدة أو ما مدة مسافة السفر في القصر، عايز يعرف كم كيلو بعدها يبدأ يقصر في الصلاة. مسافة القصر يعني عند الجمهور طبعا كأول معلوم الذين يأخذون بالمسافة يعني ما يعادل بمقياسنا المعاصر 80 كيلومتر، وإن قلت قليلا لا بأس. يعني مثلا لو أنه قصر على 79 كيلو أو 78 كيلو لا بأس. نعم، البعض ربما يعني يقول مطلق السفر ولا يعني هذا رأيه، وهو رأي هذا موجود والخلاف موجود في هذه المسافة، لكن خلاف. الجمهور على المسافة نعم. 80 كيلو ما يعادل الآن 80 كيلو أو ما يعادل لو قل قليلا لا بأس. قل قليلا لا بأس. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ بهاء، السلام عليكم. استاذنك ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضل حبيب الغالي. يا عم الشيخ انا هسال حضرتك بس خمس اسئله. سؤالي الاولاني، خمس اسئله البرنامج هيخلص بسرعه. نعم ماشي. وضع النقود في البنوك في فروع البنوك الاسلاميه، يعني بنك زي بنك سيف في مصر حضرتك، من غير اسماء من غير اسماء من غير اسماء بنوك. البنك اصله مش اسلامي ولكن في فرع اسلامي. نعم بالضبط. السؤال الثاني، العمل في هيئة حكومية بتلع السياحة اللي موجودة في مصر اللي حضرتك الشيخ عارفها في الشواطئ زي الغردقة والبحر الأحمر وشرم الشيخ، العمل إيه؟ عبارة عن إيه؟ يعني في جزئين، عمل مرافق مجموعات وعمل استعلامات سياحية. هل يجوز أو لا بصفة إن حمامات السباحة والعري اللي إحنا بنشوفه في القرى السياحية هل ده يجوز العمل ولا يجوز؟ السؤال الثالث، تأجير السيارات بالنسبة لشركات السياحة اللي بتعمل في مجال السياحة اللي حضرتكم عارفينه وكلنا عارفينه في مصر. ماشي. رابع سؤال، عمل المرشد السياحي المرافق للمجموعات اللي هم برضو. طب ده السؤال الثاني هو تقريبا. لا، ما في عمل مرشد سياحي يختلف عن المرافق. تمام ماشي. آخر سؤال، لو أنا دلوقتي ما عنديش قدرة في إدارة مشروعات وفي واحد بيقول لي يعرض عليا ان انا اديله نقود ويشغلها لي معاه بفايده بربح شهري، هل يجوز او يعتبر ربا او ان انا اقول له ان انا اقلل الربح او اكتره؟ تمام، حاضر، شكرا على اتصالك يا استاذ بهاء، اشكرك على الاتصال. طب شيخي سريعا السؤال الاول ان شاء الله بالنسبه علشان نوفر الاخر. اتصال تاني. السلام عليكم، من معنا؟ استاذه مريم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأستاذة مريم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أختنا. طب انقطع الاتصال. طب معانا. السلام عليكم. قولي يا أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي وطي التلفزيون. ممكن أسأل الشيخ لو تكرمت عن سجود السهو. سجود السهو، حاضر. بص حضرتك، في سجود السهو بالنسبة اللي هو بيختم الصلاة عن ركعتين دي بتعتبر زيادة، دي بتعتبر زيادة في الصلاة، فبيسجد السجود بعد السهو لان انا زودت تسليمة. طب انت ما تحكيش، يعني انت بتسألي قولي مشكلة ايه اللي حصل عشان وقت البرنامج بس، ايه اللي حصل؟ نعم، يعني حضرتك سجدتي امتى السهو؟ ايه اللي حصل معاك الاول؟ معاك انت يعني سجود السهو، انا دلوقتي ختمت عن ركعتين، فانا دلوقتي يعتبر سجود سهو. كنت بتصلي ايه؟ كنت بتصلي صلاة ايه؟ صلاة الفريضة، صلاة رباعية. رباعية. فهيبقى السجود كده بعد
بعد سجود السهو يبقى بعد التسليم. طيب خلاص ماشي. طيب دلوقتي انا لو سهيت سهوين في الصلاة المفروض ان انا باخد بسجد سجود قبلي، دي حاجة. فازاي انا بعد ما بسجد سجدتين بسجد السجود بعديها؟ او في سؤال تاني حضرتك، في سورة الرحمن وانا في الصلاة هل في كلام بيقال فيها في الصلاة او اثناء الصلاة او بعد الصلاة، او هي صبح باسم ربك الاعلى؟ وجزاك الله خيرا، ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم. ربنا يتقبل. من معنا؟ السلام عليكم. طيب حاضر، شكرا على اتصالك. اخونا بهاء، وضع المال في فرع اسلامي في بنك غير اسلامي. شوف يا اخ بهاء، يعني حته بنك كذا للمعاملات الاسلاميه هذا حكم على نفسي. تمام خلاص، يعني يكفي ان انت يقول لك ده فرع اسلامي، كيف يعمل في ارض الاسلام بفرع اسلامي وفرع غير اسلامي؟ يعني هذا ننصحك بالبعد عن البنوك، هذا مما لا يصح ولا يجوز. السؤال اللي ما يخص مسألة السياحة، يعني العمل، القاعدة الشرعية بتقول ايه؟ ما حرم حكما حرم استثمارا وبيعا وتصرفا. فبالتالي نحن لما نقول ما يتم في السياحة الآن هو حرام من العري والعربدة وحلية الخمور والاختلاط غير، هذا كله حرام شرعا. فالتعامل معه بأي وسيلة من الوسائل أو معونته بأي وسيلة من الوسائل كل ذلك لا يجوز، لأن الله أمرنا أن نتعاون على التقوى ولا نتعاون على الإثم. قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. كل ذلك بقى ينطبق، تعمل بقى مرشد سياحة، تأجر عربية سياحة، تروح سياحة، ترشد مش عارف إيه، كله يدخل تحت هذه القاعدة. ما حرم حكما حرم تصرفا وتعاملا. اللي بعده الثالث. طب استنى بس في ناس ممكن تقول لك طب يا عم الشيخ ده اكل عيشنا وكم مليون بيشتغل في السياحه، هل السياحه كلها كده؟ ما قال الله شفاء امتي فيما حرم عليها. السياحه الدينيه دي لوحدها، واحد يطلع حج وعمره ولا نعم لا باس بذلك، وده مش موجود. نحن نعرف ماذا نعم. ماذا تفعل السياحه، لكن واحد يسقي خمرا او يشاهد نعم. عريا كما ذلك. وصف كل ذلك الحلال معلوم والحرام بالضبط. معلوم نعم. هو يقول عمل مرشد سياحي عدم القدرة. السؤال الخامس تقصد، الخامس اللي هو الاخير، هو عنده مال وما يقدرش يدير مشروعات انت ولكن يعني هيكون في اجر ثابت او شهرية ثابت. هو الاخ الكريم الفاضل، مسألة التجار مع شريك، هذا اما انت شريك يا اما هو انت صاحب رأس مال وهو عامل. والنسبة ينبغي كما قال الفقهاء من الارباح، مش حاجة اسمها شهرية ثابتة، الكلام ده كلام ربا. مدي لك تدي له مثلا 10,000 جنيه 20,000 جنيه ويقول لك لك عندي شهريه ثابته 500 جنيه 300 جنيه، هذا ربا قولا واحدا. وانما الذي ينبغي ان يتعامل معه ان تاخذ منه نسبه من الارباح. يقول لك مثلا انت تديني 20,000 جنيه، الارباح بتاعتهم جابوا 1000 جابوا 2000 جابوا 3، لك فيها النصف، لك فيها الثلث، لك فيها الثلثين على ما تتفق من الارباح، ملوش دعوه براس المال اطلاقا. هذا هو الحلال، غير ذلك يعتبر نوع من انواع الحرمه ان لم يكن ربا. نعم، وزيت الجنه دكتور عامر. الاخت مريم تسال عن سجود السهو، هي شرحت اكثر من حاله. هو يعني بالنسبه للاخت في بالنسبه لسؤال سجود السهو نقول له علشان ما تلخبطيش نفسك، القاعده التي جمع بها المالكيه في هذه المساله اسلم لك، اذا نقصت في صلاتك فاسجدي قبل السلام، واذا زدت في صلاتك فاسجدي بعد السلام، وإذا زدت ونقصت في صلاتك فاسجدي قبل السلام، لأن جانب النقص يغلب على جانب الزيادة. أظن أن دي للعوام مريحة جدا ويمكن أن يتعاملوا معها بيسر وسهولة. إذا نقص يسجد قبل السلام، زاد يسجد بعد السلام، نقص وزاد في نفس الصلاة يسجد قبل السلام. يبقى كده لو أنت تعاملت مع المسألة دي هتريح لك في المسألة تاني. السؤال الثاني بتاعها وهو إذا حدث أكثر من سهو في الصلاة يسجد له سجود واحد. اذا كان سهو زياده او سهو نقص يغلب جانب النقص على جانب زياده، الاثنين زياده يبقى اسجد بعد السلام، الاثنين نقص يبقى اسجد قبل السلام. والله اعلم. جزيت الجنه شيخي الكريم سالت ايضا عن هل نقرا او نقول شيئا عندما نكون في الصلاه في سوره، يعني سوره الرحمن لما يكون الشيخ يقرا، فباي ايات ربكما تكذبان؟ فباي الاء ربكما تكذبان؟ هل نقول شيئا في الصلاة أو في غير الصلاة؟ لما نزلت آية سورة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجن كانوا أحسن سماعا لها منكم، فكانوا إذا قيل
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. بالنسبة للمصلي إذا كانت صلاة فريضة لا يتكلم فيها بشيء، لأنه لم يرد إلينا أن السلف أو أن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة من بعده في صلاة الفريضة كانوا يقولون في شيء من ذلك شيء. لكن في صلاة النافلة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا قام من الليل فمر بآية استغفار استغفر، أو مر بآية استعاذة تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو إذا مر بآية دعاء دعا. هذا في النافلة جائز لا بأس به، لكن في الفريضة لا يجوز شيء من ذلك. لكن جائز في غير الصلاة. في غير الصلاة. في غير الصلاة. جائز بإطلاق. تمام عظيم. سبح اسم ربك الأعلى، هل أيضا تقول شيئا أو من هو كان في الصلاة نفس الكلام؟ نفس الحكم. لو كانت في فريضة أو كانت فريضة لا يتكلم. يقرأ تلاوة. نعم. وإذا كان في غير الفريضة فإن أمر بتسبيح سبح. نعم نعم بارك الله فيكم يا دكتور. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا. نعم. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ الشيخ يسمعكم، تفضل. ألو. أيوه معك. تفضلي يا أخت. ألو. معك. سمعين حضرتك، تفضلي. أيوه فندم، ممكن أكلم الشيخ؟ يا سيدتي الفاضلة هاتي ما عندك. نعم نسمعك، قولي سؤالك. أيوه فندم. أنا فندم كزوجي توفى وكن وأولادي عن لهم مبلغ يعني اتحط في النيابة الحزبية أساسا ما جاش يعني كده هوت، وأنا اشتريت بيه حتة أرض لهم وسحبته، فلي دلوقتي في مبلغ ربوي فيهم، كنت عايزة يعني أتخلص منه إزاي، وأنا دلوقتي علي ديون، هل ينفع أحطه في الديون ديت ولا ما ينفعش؟ وكمان في سؤال تاني لو سمحت. نعم. والله بنتي يا فضيلة يا أستاذ أحمد تقدم لها ابن عمها، وإحنا كنا عارفين عيوبه يعني، وهو يعني لا كويس ولا وحش أهو يعني. فدلوقتي يا فضيلة يا أستاذ أحمد هي من ساعة ما يعني كتب كتابه عليها وشافت العيوب دي قدامها وما بيجيبش طيبة خالص الوضع ده، وهو والله يرجى منه يعني ان شاء الله هو كويس، بس هي مش طيبة خالص، هل يجوز ان احنا نفسخ العقد ده اللي بينها وبينه، ولا نصبر شوية مثلا، ولا ايه النظام؟ ارجو ان فضيلة الشيخ يفيدني في الموضوع ده لاني انا في حيرة من امري. يعني عندها كم سنة؟ عندها كم سنة؟ وهيك يا أمة الله. حاضر، شكرا على اتصالك. طب نجيب أختنا أمة الله، هي عايزة تعرف كيفية التخلص من المال الربوي وعليها ديون، هل هي يعني تستحق هذا؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، وهو لما وضعت الأموال في النيابة الحزبية، النيابة الحزبية بتودع هذه الأموال في البنك وبيترتب على هذه الأموال فوائد كل سنة، فينبغي على وصي الأيتام أنه يحاول أن يتخلص بشراء عين أو ما إلى ذلك للأولاد حتى يخرج من دائرة الحرمة، وهو المال الربوي الذي ينتج نتيجة إيداع المال في البنك عن طريق النيابة الحزبية، والنيابة الحزبية لا تمانع في هذا ما دام هناك مصلحة لليتيم لا بأس بذلك. أما وأنك قد سحبت المال وفيه فائدة، فهذه الفائدة لا يجوز استعمالها إطلاقا، هذا مال لا يصح استعماله، وبالتالي يعني لا تستعمليه في طعام ولا شراب ولا كساء، وإنما يستخدم وينفق في المال العام. المال العام. طب ديونها اللي عليها ممكن تسدد منها ديون؟ لا لا، ما هو كأنها استفادت بمال حرام. صحيح. طب بعض الناس ما يفهموش يعني ايه بالوجه العام او في شكل العام، يعني اصلاح طريق، اصلاح ضغوط مية في مسجد، وضع قنطرة بالنسبة للأرياف يعمل قنطرة ولا حاجة الناس تعد عليها، في مثلا مجاري مسدودة ولا حاجة يستدعي أو يستأجر من يسلكها للناس، هذه النفقات العامة. عظيم. المشكلة القائمة بين ابنتها وزوجها العاقد عليها، هي رأت عيوبه البنت يعني فمش طايقة، فهل يفسخون العاقد يعني أم يصبرون عليه؟ أنا أقول للأخت الكريمة الفاضلة يعني كونكم تخبئون عن الفتاة عيوب هذا الرجل هذه خطيئة، ما
كان ينبغي لكم أن تفعلوها. كان ينبغي أن قبل يا فلانة هذا الولد حتى ولو كان ابن عم لها عيوبه كذا كذا ومنافعه كذا كذا. فإن اختارت اختارت على أي شيء تختار هي حتى تكون على بينة من أمرها. وأنتم الآن في مقام الأمين بالنسبة للمرأة، لأن المرأة لا تخرج تسأل عن الرجال، وهذا نوع من الابتزال لا يجوز شرعا، وإنما تستكفي بآراء أهلها، فهم الذين يعرفون ذلك ويختبرون ذلك. الحالة التي نحن أمامها الآن خلاص تم العقد، ويعتبر هي الآن شبه زوجة أو زوجة غير مدخول بها مع الإيقاف، زوجة غير مدخول بها، واطلعت على بعض العيوب التي ربما تستكرهها. فنقول نصيحة الأخت الفاضل، إن كانت هذه العيوب عيوب شرعية ما يخص الأعمال الشرع والتقصير في أعمال الشرع والتكاليف، يبقى نقول يعني افصلوا الآن أحسن من بعد كده، البنت ربما لا تطيق. وإن كانت هناك عيوب حياتية وعادية يبقى ينظر في الأمر، إن كانت من الممكن إصلاحها، يعني سيء الخلق مثلا، بيشتم مش عارف إيه، يعني كثير الغضب، كثير الانفعال، ضيق الحال، إلى غير ذلك من هذه الأمور، تنظرون في الأمر. لو الأمر ممكن استدراك وتقولوا للبنت وتوضحوا لها الأمر، اصبري واحتسبي، اصبري وإن شاء الله ده يتصلح وهيبقى كويس جدا، وهو تحاول من جانبه أن يبدي هذا اللون، وما تقول يرجى منه يعني أنت حضرتك معاه كده أنه يبدأ يبين لها أنه هو ممكن يتغير، يعني يبقى لعلها عندئذ ترضى وتصير أمور. لكن إذا الأمر كان ميؤس منه صعب جدا والبنت غير قابلة تماما، فيعني الفصل الآن أفضل من الفصل بعد ذلك. نعم الوقت انتهى شيخي، ولكن بارك الله فيكم أخونا يعني صاحب السؤال الأول من السعودية إبراهيم يسأل سؤالين سريعا. هو يرفض أن يذهب إلى عزائم في رمضان عشان الوقت ما يروحش، هل عليه إثم في ذلك إن لم يذهب؟ لا يعني هو العزاء سنة، العزائم على الإفطار لا يعني إذا دعيت دعاك أخوك فأجب ولو إلى لحائم بعيد. بيقول لك اليوم ممكن ينقض، يعني أنت مش لازم تقعد وترحرح، روح على قدر العلوم واخرج. تمام عظيم. أنوي الصيام وأقول في نفسي لو كان علي أيام ناسيا لها فهذه هي، وإن لم تكن كذلك فهي نافلة، هل تجوز هذه النية؟ لا هذه نية نية الصيام نية عزيمة، لازم تبقى عارف إيه أنت هتصوم. هو كده كده إن شاء الله ربنا بيكبر لنا يوم القيامة من نوافل للفرائض، فإذا نقصت الفرائض أتمها من النوافل. الله عز وجل أن يكبرنا وإياه. دكتور عامر أحمد داسل أستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية، ربنا يتقبل منا ومنكم. وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى يوم السبت وغدا إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى. أسئلتكم يعني أرسلوها والشباب يطبعونها للشيخ والشيخ يجيب عنها يوم الخميس من كل أسبوع في هذا التوقيت. ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا أهل الذكر